عليكم كانوا جاي رساله للوزير، راه هادشي عيب وعار، ولادنا راه ما كيقراوش، راه حشومه هادشي كديروا، عطوا الاساتذه الحقوق ديالهم باش يعطوا حقوق لولادنا تا هما، راه الاساتذه ضايعين وتا ولادنا ضايعين معاهم، راه هادشي عيب عليك. واش اللي عنده الفلوس يقرا واللي ما عندوش فلوس ما يقراش؟ راه حشومه هادشي، راه حنا في 2023، راه عيب وعار، راه الدول الاخرى كيضحكوا علينا، والله الا الدول الاخرى كيضحكوا علينا، راه عيب. الناس راه غاديين وكيتقدموا، ولادنا راه ضايعين ما تيقراوش، وعطوا الحقوق للاساتذه، عطوا الحقوق للاساتذه، الا ما كاينينش الاساتذه راه حتى ولادنا ما كاينينش، راه الاستاذ هو اللي كيمثل التلميذ، راه عيب وعار، عيب عليكم، والله الا عيب عليكم، حنا اصلا مقهورين من الغلاء ومن شحال من حاجه، عيب والله الا عيب. دابا كاين اللي مسكين ما عنده حتى باش يشري التفاطر، سلف وتكلف باش يشري لولادو تفاطر خاويين، راه عيب هادشي والله الا عيب، راه كنحيدو من ريوسنا باش نعطيو لولادنا، وبينا ديروا شي حل مع الاستاذ باش الاستاذ يقرر لنا ولادنا، راه ولاد الشعب ضايع والله الا عيب وعار، والله الا هادشي راه هادشي راه كيضرب في القلب. وقدوا داكشي ديالكم مع الاساتذه باش تا هما يقرروا لنا ولادنا، واش فين غندوا ولادنا؟ حنا راه ما عندناش ولادنا، دابا تيقولنا علاش هاد المدارس الخصوصيه تيقراو؟ كنقول لهم هما عندهم الفلوس، حنا ما عندناش الفلوس، حنا راه فقراء، راه حشومه والله الا عيب، راه هادشي عيب، هادشي راه كيضر القلب، وكنتمنى ديروا معنا شي حل، راه هادشي راه حرام والله الا عيب. واش اللي عنده الفلوس يقرا واللي ما عندوش ما يقراش؟ كنتمنى منك الوزير بن موسى دير معنا شي حل، الله يجازيك بخير، راه هادشي عيب، راه ولادنا كندوهم وكنرجعوهم، حنا مع الاساتذه، مع الاساتذه حيت مع ولادنا، ملي هما مع ولادنا حتى حنا معاهم، راه عيب هادشي كديروا. السلام عليكم، ملكة حربل أم ديال جوج ديال التلاميذ كيقراو في مؤسسة تابعة للدولة، المؤسسة العمومية بطبيعة الحال. من هذا المنبر، كنتمناو أن الوزير يفيق، وافق الوزير وعيق معانا، واش كتضيع علينا ولادنا؟ علاش كتضيع ولاد الشعب؟ ولادك انت قريتهم في البعثات وقريتهم في الخارج، ولادنا حنا شنو المصير ديالهم؟ شنو المصير ديالهم؟ إلا ما كاينش مسؤول في هذه البلاد، حنا كناشدوا جلالة الملك، كناشدوا جلالة الملك. الأمر راه خرج على السيطرة، واش حنا ولادنا غادي يجلسوا شهر؟ حنا مع الأستاذ، في المطالب ديالو المشروعة، مطلب غير حقه. الأستاذ هو مربي الأجيال، عنده قيمة، بغينا حتى وليداتنا يرجعوا يقراوا، والوزير جلس مع الأساتذة وعطيهم المطالب ديالهم، راه حنا صافي دعيناك الله، الدعوة بك الله يا الوزير، الدعوة بك الله، ضيعتي لنا وليداتنا، ما نسمحولكش، تحية نضالية، والأساتذة حنا معاهم دائما. حنا تنستنكروا هذا الشيء هذا، راه وليداتنا ضايعين، ودابا تنشوفوا هاد الناس، هاد الاساتذه دابا الاضراب، والتلميذ هو الضحيه. هاد الناس هذا، حنا الاساتذه من حقهم، من حقهم ينضلوا على الحقوق ديالهم، ولاني ما مصير التلميذ من هاد الشيء كلشي هذا، ما مصير التلميذ، راه وليداتنا دابا راه ضايعين، ودابا حنا راه في شهر 11 ومازال ما قراو والو. حنا تنطالبوا بالوزاره تشوف بعين الاعتبار التلميذ، تشوف بعين الاعتبار التلميذ، ويشوفوا ويقدوا مع الاساتذه ومع الاطر، يديروا لهم سميتوا الحقوق ديالهم، باش حنا وليداتنا يقراو في ظروف جيده وفي ظروف صحيه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.